ونبقى مع أخبار صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز في هذا التقرير. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود في مقر شركة المملكة القابضة يوم الأحد الماضي لاعبي وأعضاء مجلس إدارة نادي الوصيل الرياضي بالعيينة، وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ بداح بن عبد الله السهلي. والتقى الأمير الوليد وأعضاء مجلس الإدارة وبحث معهم وضع النادي وإنجازاته المختلفة، وبعد ذلك قدم سموه مكافأة نقدية بمبلغ 110,000 ريال لميزانية النادي. واستجابة لطلب إدارة النادي تبرع سموه بحافلة لاستخدام النادي، ويأتي هذا التكريم لتحقيق النادي عددا من الإنجازات المشرفة في كرة القدم. فاصل ونعود لكم بعد قليل.